الحق ما كناش سيرتو الشوط الاولاني معناها الفريق المنافس خدع علينا الاسبقيه في مرتين، حاولنا نرجعوا في المقابله ومن بعد خلقنا فرص. الحاجه الباهيه اللي ممكن باهي حسب رايي شفتها اليوم انه تحكمنا اكثر معنا الفريق في المنافسة في الكرة في وسط الميدان. ثم أوقات كنا نجم ونسجلوا فيهم، ما استغلناش الفرص اللي جاتنا، هما استغلوا فرصتين جاتهم، والأخطاء واردة في الكرة، والأخطاء ما يتحملهاش لاعب بركة، يتحملوها الناس كل، وهذيك أحكام وما نجمش نقفوا معناها على مقابلة كيما اليوم. هو تيتر بيان سور تيتر نحب ولا نكره، لكن تحاول تتعلم المقابلة هذوما، تحاول تاخذ الخبرة. برشا من لاعبية نتاعنا معناها صغار، مستقبل مازال قدامهم، إن شاء الله حسب رأيي في المقابلات الجاية نكونوا اكثر معناها سيرينيتي ونكونوا اكثر معناها سيرتينا ميم، حتى فيزيكمون نكونوا خير من ليكيب ادفيرس، خاطر كلمه حق رغم الظروف الكل ورغم الليفور اللي عملته معناها فريق مازامبي في بلادها ومع جمهورها، كنا نجموا بلغه الكوره نجموا نفكوا التيتر دي، لكن في الكوره كل شيء جاي في 90 دقيقه.